في البيت باش نراو هكا هاو صباحنا مشي نو اليوم صدقني اني صدقني ما عادش في راح الغالي راه هكا المشي ما احلاها هذه تربعت سي بون شربنا التي كلنا هو اني ما شربتش تي بالحق والله فهيت زولي ماش نقص عليكم خد توفقت ونقعد نمنش في الفيديو اللي صورته في نهار الثاني كل ما يفسر شيء ما يوضح شيء دونك باش نفسر شنية عملنا طويكة وبعد كامل نتفرجوا على بيحكم دونك نهار الاول جوست عملنا دورة في المنطقة ونهار الثاني فينا خينا حوش معين وقعدنا نخدموا عليه نهار كامل عملنا بلان وديكوب وكل وديكروكي الحوش اللي خديناه اسمه حوش تراسن قبل ما تدخلوا فما رحبة بعد تدخل بالسقيفة وكلها هكا دلوج حريشين تهبط لوسط الحوش وفي وسط الممر هذاك فما هكا بيوت صغار محفورين يحط فيهم الحيوانات نتاعهم تدخل من بعد تلقى وسط الحوش وبيوت الحفر هكا والفوق تلقى المخزن والمخزن فيه غرة والمنفس نفق صغير محفور من البيت هذاك للوطا الفوق يحمتهم باش يخزنوا زيتون ولا قمح ما ياخدوش هابطين صبوا طول من الغرة هذيك وكهو ومن بعد خدينا بيت حفر قعدنا نخدموا عليها عملنا البلان تاعها اون تاعي وكل شيء اند يا هذاك اش عملنا نهار الثاني دونك كملوا تفرجوا الوغ تاع غشير غشيرة على وزن تبلى غشيرة تبلى اي مغرفة غنجية اي رقبة كرومة ما عادش تاكلهم با جو ريوسي ا بارلي كوم او مي او ريتم عرب مي با لي تيرم اي سي بور سا كي نحكيو بالتونسي الكل في الاخر نقولوا شكون اللي يكتب بالعربي والعرب الكل ما يفهموناش الدول الاخرى باسكو لي تيرم يوتيليزي لا بليبار سي دي بربر لتو قاعد نشوف فيه هو السيت اللي باش نبنيو فيه بلوتو باش نعمل فيه كونسيبسيون تاع مصر في اخر الفواياج تيتود لازم نعملو ان بروجي نستغلو فيه تعلمنا الكل دونك فوالا وهذه الفيو نتاع السيت هكا باش نخدموهم بعد السلاع حسيت تحرك القندر
انا مش في الدرد امان ما نجمش تعادل كاتب مش نعمل جينا ساعة مش شيء ما غير حبت شيء ما غير لما يتخلقوني أكبرش لينا On arrive madame دلونا شيء قداش من مترو طالو؟ شفتش قراب هيمشي هيات ماريكم منظر طبيعي اوه كلب شوف كاو دايما الفرح Est-ce que la destination vous a plu? Oui. Hey, allez, je suis là, je suis démocrate. Vous ne regrettez plus, Djerba. كملنا